السلام عليكم، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من فيتو منوع. طبعا الماما هذه لان احنا لاحظنا في انميات كثيرة تنظلمنا، ان احنا نخصص لفة كاملة لانمي معين، فكل سؤال من انمي مختلف. ماما ناوتو، ماما دراغون تايتن، ماما دراغون بول، ماما هانتر سانتا، ماما فيلن ساغا، عشان نشمل اكبر عدد من الانميات اللي نقدر عليه. ففي بعض البعض يمكن يقول انا مشيت الانمي طيب كذا، خلاص احنا بداية السؤال بقولك احنا سؤالنا في الانمي الفلاني. قبل ان نبدأ اي سؤال، ماجد بيصرق بيده عشان يقول يلا السؤال اللي بعده. ما تشوف ماجد يصرق بيده، افتح الصوت اذا انك ما تبغى تشوف الانمي الفلاني. ايضا ممنتج بيض الله وجهه اذا بيقدر بيحط لكم الشعار، فبصير ماجد قاعد يصفق على الفاضي اذا قدر الممنتج. ما قدر ماجد انقذته. اذا حط الشعار بيقص صفقات ماجد، ما لا نقصها مزيكين قتله. اول سؤال معنا اليوم دراغون بول، وعندي لك اخيرا، من الاقوى فيجيتا بالتحول الجديد ام هيتو بقوته الكامله؟ الاقوى فيجيتا بتحول الجديد اكثر من هيتو بقوته الكامله. تاكد من سؤال اجابتك. نعم، فيجيتا بتحول سوبر سايان بلو اللامع اقوى من هيتو. ما فهمت الرساله اللي ارسلها. شنو اصلا ما يعرف التحول؟ سؤال اللي بعده لك ابراهيم. اوه حلو، الانمي ناروتو. والله من زمان سالنا سؤال ناروتو. روك لي بالبوابة الثامنة في مواجهة ايتاتشي. سي كفو. روك لي بالبوابة الثامنة يتفوق على ايتاتشي، لان العدو الطبيعي للجينجيتسو هو التايجيتسو. فلما تيجي واحد عنده تايجيتسو زي روك لي متدرب على يد واحد خبير في التعامل مع الشارينجان اللي هو جاي بالبوابة الثامنة اللي هي بوابة الموت، خلاص معادلة كاملة للقضاء على ايتاتشي. جولدن فيتو. خلاص افتحنا. انا ما رضيت على المعلم حقه، تبي التلميذ حقه يفوز؟ والله يبطي عظمها المكسر مشدخ ذا ابو عيونه مدورة انه يقدر يلمس حتى ايتاتشي مو بس يجلده. مصدقكم يا جماعة. اوكي يعني انا يعني كنت بقول يعني برضى على جاي انه اقول اوكي ممكن يعادله يقرب من مستواه، بس تجي تقول لي روك لي بعد يا عمي خلاص ما في منطق في الموضوع. روح سؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده لك يا احمد اليماني. انا بصف حقكم. من انمي هجوم العمالقه، ايهما افضل، ميكاسا اكرمان ام هيستوريا ريس؟ افضل من اي ناحيه؟ من كل النواحي خلاص ميكاسا. طيب خلاص قلت كل النواحي عندك مو افضل. ما حد بيعترض عليك. لا هذا افضل قوة. ما حد بيعترض عليك، ما حد بيعترض عليك. الجمال لا انا بعترض. عندك فيتو قلة. لا تقول لا لا شوف. قصها مومنتج. قصها. عندك فيتو قلة، ما حد يعترض عليك روح. قصها. جمالا واخلاقا وروحا وقوة ودلعا وغنجا ميكاسا. فيتو. دام سالفة كذا من البداية احنا نخرب كل شيء الا الجمال. تخسي والله ميكاسا جمال. فيتو 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 واللي بدا يخلط عليها. جمالا ميكاسا اطلق من هيستوريا يا وجه الله. الشعر بوي واسود مثل القمر. الله الله لا لا اسود مثل الليل وفيه بقعة بيضاء مثل القمر وعينيها الناعستين. يا رجل حتى في غضبها جميلة، ما هذا تتحرك برشاقة، ريشة في مهب الريح، لكن عندما تغضب تصبح هذه الريشة حديدية. يا إلهي ماذا أقول، ماذا أترك لميكاسا؟ شعرها القصير يصبح أطول من أي شعر آخر في الدنيا، الشال الأحمر والشعر الغجري والمجنون، معنى ما يليق عليها للبيت بس يلا، والشعر الغجري والمجنون يسافر في كل الدنيا. شو تقول أنت يا عمي؟ طير بلاغة. ميكاسا ثم ميكاسا ثم ميكاسا، ولتذهب هيستوريا الى الجحيم عشان الجمال. والله راحت اثنين فيتو عشان الجمال. تخيل اللي بعده. هذا من قاتل الشياطين، كم قوة تجربة بالنسبة لمزم من 10؟ السؤال لي انا. مزم اربعة 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 من 10. مزم 10 من 10 هو 4 من وجهة نظري. لسه قدامه مشوار. ابي اصفق لك بس منطجي منطجي. اي يلا خلاص نبعد 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 كذا. لا لا كذا كذا 4 من 10؟ اخاف اصفق يفهموني بتاع الصوت.
سؤال اللي بعده يعود لك انت يا محمد. وسؤال اخر مرة اخرى من قاتل الشيطان لك يا محمد. انهى تنجر وتدريبه وكل مواجهة بينه وبين الشيطان يظهر تقنية جديدة. هل سيهزم تنجر وموزن بتقنية جديدة منه سيهزم منه ثم يتدرب ويعود يتصل عليه؟ هو الحين عارف انه مو بقد موزن لانه الحين مو بقد الحرس حقين. لابد له من التطور لكن ما راح يتدرب عند نفس الشخص. لابد له من تطور ذاتي او يتدرب عند شخص اخر. اما بالمستوى الحالي اللي عنده في احتمالية ان الكاتب يخليه يتطور بس انا راح اشوفها غير منطقية انه يتطور بالمستوى اللي انا شايفه فيه. طيب السؤال يقول هل بيتلقى هزيمة ويرجع يتدرب ولا؟ هو الحين اوريدي يتلقى هزيمة معنوية قدامة عارف انه مو بجد يعني. اوكي حلو. سؤال من نجوم العمالقة لك يا ابراهيم. الحين حلم إيرن انه يمحو كل العمالقة ولكن اكتشفنا ان شعب الالدين هم العمالقة، فهل من الممكن إيرن بعد ان يقتل كل العمالقة يقتل جميع الالدين ثم ينتحر؟ لا 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 تغير الولد اساسا. يعني شفتوه انتم في اخر حلقه يوم شاف العملاق كذا منسدح قال هذا ولدي رأتنا يعني. هذا هذا اي يعني خلاص تغير حقنا من العمالقه الى النقص بشكل عام. وقال ان العالم الحين العالم الحين كلهم اعدائنا، فهو غير الفكر يعني القناعة اللي عنده، لانه كان يظن ان العالم برا كله بس عمالقه هم السبب في اللي صار. بقى الحين مكتشف القصة كاملة تغير كل شيء بالنسبة له. حبيبي حبيبي. أي. سؤال من انمي ناروتو يقول لك لو جاي دمج البوابات الثمانية يعني فتح الباب الثمانية ودمج وياها طور الناسك وعنده بيجو وتحدى على الشينوبي كلهم يستطيع يهزمهم ولا بيعد يهزمهم؟ بس ابراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يعني انت تبي تقول ان كناه ما درى وزاد عليه بس ما ادري ما كان عنده ناسك. عنده ناسك اي كان ناسك وزاد عليه بوث الثامنه اي يعني باقي حول طالما ما عنده خلايا الهوكاج الاول ما بيفيده هذا الشيء. مين جد انا اشوف وجهه نظري الشخصيه اكثر شيء فاد ما درى في الحرب الاخيره كانت خلايا اللي هو الهوكاج الاول وهي اللي انفعته وانقلته حتى من قدام شو اسمه جاي نفسه يعني. ف اشوف انه ما راح يقدر شنوبي كله والله يبطي عظمه. منطقي منطقي قنع انا بالنسبه لي منطقي منطقي ما قدرت ما قدرت يعني عندي اضافه تاكد كلامه بس لازم احق فيه شوفه ما راح اقول. السؤال اللي بعده من انمي هانتا اكس هانتا معقد شوي يقول لك جيب لي اقوى شخصيه في كل نوع من انواع الهاتسو السته. يعني مش اقوى شخصيه في التعزيز اقوى شخصيه في البعد اقوى شخصيه في التجسيد اقوى شخصيه. انا كنت اظن السؤال اللي اثر عنده دك ماجد يعني بس كذا يعني حركه يعني شكرا لك انت بالسؤال اللي لي وياه عشان عندي الوحيد اللي عارف الاجابه اصلا ما قدروا يحتفظون على يعني لا اعترضوا بيتك مو بعرف وش الشخصية يلا هيك بس قمت قلبي. طيب نبدأ بسم الله نبدأ بالتعزيز وهو أسهل شيء نترو. نترو معزز في الأساس وهو أقوى معزز شفت حتى الآن ما فيش كلام كل يركب الدتسن مع خير حبتيه ويقول معزز والله قول لا حتى هنا لا تغلط على نترو لو سمحت. نترو يركب ديتسن قلت لك هو معزز معزز وليس اوكي مو التحويل اعطي قواج لان التحويل اقوى شخص فيه حتى انا من وجهه نظري ابو كيلوا سيلفا هو محول وانا اشوف انه اقوى محول ظهر حتى الان. التجسيد طبعا بروح على طول على كرابيكا في لما يفعل عيونه لانه هو مجسد سجل لما يفعل عيونه يصير معزز ولكن هو من الاساس عفوا يصير متخصص ولكن هو في الاساس مجسد هو في الاساس مجسد فلما يتحول الى متخصص التجسيد حقه يوصل 100% لانه هو اوريدي 100% في التجسيد. فكرابيكا هو افضل مجسد موجود. البعث ما في غيره جد كيلوا هو اقوى بعث ظهر حتى الان يطلع التنين ويطلعه هذا اقوى بعث ظهر حتى الان ما شفت اقوى منه من وجهه نظري. زينو اي زينو جد كيلوا زينو. التلاعب
إيلومي أخو كيلوا إيلومي أوكي أقوى من تلعب حتى أنا شفته صراحة والله عيال زلدك صراحة ما مسوي شغل. المتخصص بروح على طول على قائد العناكب هو أقوى متخصص من وجهة نظري كورولو. الله 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 شكرا على النشرة يا أخوي الله يسلمك. السؤال لي اللي ما أعرف هذا إيش تخصصه أصلا. اللي يبي يفهم أكثر يرجع ملخصات يعني شو قرأت ملخصات أي شو ملخص الخامس شرح ذاك الكلام كله. سؤال اللي بعده لك يا أحمد من إنمي الهجوم على العمالقة. دحين ظهر من العمالقة 9 7 ظهروا صحيح آني أرمن إيرن عرفهم السبعة إيرن 2 اللي هو المهاجم الملك يومر رينر وزيك. على كلام جريشا كان في 2 داخل الأسوار الملك وواحد ثاني من تتوقع يكون؟ ما في شخصية بعينها يعني أتوقع حتى لو بيطلع ممكن يكون شخص الكاتب يسعى ما لمح له فصعب التوقع في هجوم العمالقة. ما أعرف من هو بعينه أكيد تبغى أي اسم ما ظهر شخصية جديدة صراحة صعب أحد وتوقع. أنت ما تقدر تتكلم طبعا سؤالي بعده لي أنا من إنمي هانتر إكس هانتر العناكب منظمة العناكب الشريرة الحقيرة في مواجهة الزولدك بدون ماها باس محمد عشان يوقف حسبه. العناكب ضد الزولدك بدون ماها العناكب ضد الزولدك بدون ماها ماها زولدك يعني زينوس كلوة عطني بس 3 من الزولدك يمسحونك بالعناكب الأرض كذا رايح كفو قلنا كفو جاي رايح جاي كفو زينو زولدك قائد العناكب ما كانت مشكلتهم قائد العناكب كانت مشكلتهم التوقيت لأن قائد العناكب كان مرسل اليومي مع ماها زولدك يقضون على المافيا والمافيا مرسلة زينو وسيلفا يقضون على قائد العناكب والأساس أن الأسرع راح يلغي مهمة الثاني فعشان كذا قال اقتلني لو معه لازم نخلص بأسرع وقت بيتو الوقت ما له دخل في الموضوع ابدا. انا اشوف انه يعني 2 اللي هم اقوى 2 في الزولدك حاليا موجودين يعني واجهوا وقت يعني ما بقول وقت صعب بس انهم يعني ما قدروا يقضوا عليه بكل سهوله زي ما احنا متوقعين فما بالك باللي باقي فيتو لا تقل ما كانوا يقدرون يقضون عليه لو كان قتال جدي وكانوا يستهدفون حياته كان زينوا لحاله كان قادر انه يقتل رئيس العناكب هذا كافو كورولو يكفيك وجود سيلفا يكفيك وجود إيلومي كلهم قادرين على مسح منظمة العناكب من الوجود إذا الكاتب حاط لك أنه هدف كورابيكا لحاله يمسح العناكب ما تبع عيلة زولدك تمسحهم انسى الموضوع يا شيخ كان الناس ما استخدمت سلاحه يعني ما ليش ماله يلا اللي بعده ما يقدر يتكلم شيء ما ايش يقوله لا لا اقدر اتكلم يقول ها غزي زولدك تمسح واحد منهم يعني. يمسح لا ما قلت واحد انا قلت العيله تمسح العيله تمسح يقول انه في الابو والولد والجد ثلاثة قلت العيله تمسح العيله لا تقول تحول الكلام انا اللي قلت سلبا وزين يقدرون انا قلت انا من الاساس مسوي باص اللي ما بجمعس كيفك اللي بعد فيتو ناروتو ماذا لو تقاتل هانزو ضد التوأم الذين هزموا الرايكي الرابع وتوبي راما مع المعلم مع العلم ان هانزو هزم الاساطير الثلاثه اليوم روتشيمارو وتسونادا وجيرايا بس احمد اليماني ما دام لك فاهم في الموضوع سؤال يقول هانزو ضد التوأم اللي هزم الرايكاجي وتوبي راما انت تتكلم عن توبي راما انا اشوف ان توبي راما الحالة يمسح هانزو كفو ما يحتاج التوأم اصلا انت لما تكلمت عن الاساطير الثلاثة ما كانوا في عز قوتهم في ذلك الوقت كانوا لسه جنود في حرب فعادي انه كان يستطيع مجابهتهم فتوبي راما الحالة يمحي اذا في ام خير يجي يقابلهم الحين ايوه طيب ميت شلون يجي يقابلهم الحين يرجعون من الموت سؤال يعود لي مرة اخرى من انمي كونان من سيعرف اولا بان كونان هو نفس سينشي كودو ران ام المنظمة السوداء والله دق برجلك من تحت سنة ماني ماخذ ماني ماخذ ماني مسوي فرصتك كونان يعني يدي اول توقعي وبكل ما يحتاج ذكاء يعني اخوي المنظمة السوداء ستكتشف قبلها لانهم اذكى وفي النهاية راح تكتشف ران طبعا لان المرض ران ما تعرف الا حل القضية وريدي قدر يرجع الفرصة جاسة تكتشف ما اكتشفت غبية مغفلة ويحدق المندل عشان تعرف
لا تأيد الأنفيت. عندي تأيد بس ما سؤال اللي بعد لك يا محمد من الانمي هجوم العمالقة. لو إروين يأمر ميكاسا بإسقاط العملاق القرد بدل ليفاي هل راح تقدر؟ ميكاسا في ذاك الوقت لا آسف خلوا المزة في حالها ما لها في القود ليفاي وهم يعني خاص قروب حدها شاومة دجاج آني ما آني شاومة اللحم والستيكات بلها معلم كذا حط عليه تراك انت معلم ترن واحنا منك نتعلم ترن ميكاسا تتعلم على الدجاج ها ميكاسا تتعلم على الدجاج من اللي بعده سؤال اللي بعده لك يا محمد من انمي واني بانشي مان هلا وقف اي طلع القرعه يقول لك ماذا لو لم يتدخل سيلفر فانج في الارك هل جاروكا يستطيع هزيمه جينس والله كان بينتب تنتي من اللي بينتب من؟ جاو بينتب جينس يا أجل فيدو أخيرا استخدم فيدو هذا شرف جينس سما جارو كان مجلود جلد جارو أساس... جارو قصده جارو كان مجلود جلد مطعون سهم سم بتنتف من القبل انت بس تتكلم بعقلك من البطل انت تتكلم عقل بس قاعد جيبه يعني اقول تسند فيتو ترى فيتو وايت اكثر من فيديو خلي خلاص يلا راح تكلم الحين قاعد بقول على الاسباب اللي هو يقول انه مسموم ومنتوف وما ادري ايش ومن ذا الكلام ذا كله الحين هذا شيء صار استوى ومع ذلك قدر يصمم قدام اثنين وصجنا كهالطق ما حد ينكر هذا الشيء لكن قدر حتى فيتو يا عمي شيل الصمال كان ساند باك قاعد ينطق طق منهم اساسا تدخلهم انقذه لو ما تدخلوا الاثنين ذيلي كان مات فيتو راح جينا سو مطقه الانمي من بدا اسبكت جينا سو مطقه الانمي والله ما بقى احد مطقه مو بجاي على جارو اللي المفروض انه يسوي شيء قدام سايتاما فيتو جارو مطق اكثر من جينوس من بدا العرف وقاعد ينطق ما بقى طق ما جاته يا عمي والله لاني مهزله جارو يا عمي والله لا اسف مع كامل احتراماتي وتقديراتي لو ما تدخل سيلفر فانج كان جينوس كان جارو بيموت على يد جينوس لولا تدخل سيلفر فانج انقذه مو بانقذ جينوس انت بس شايفه مشمان يس ليش ما تتكلم انا هاف في شيء مو عاجبني وفي شيء عاجبني فبتي بفتي يعني اقول فيتو بقول لكم شغله واحده بس قبل تقاطعون عندنا انا موضوع شرف جينوس هذا انا ماني معه شرف جينوس ماخذينهم طقه كل من جرب انا اول واحد قال الكلمه انت قلت شرف جينوس اوكي لا ما قلت لا قلت شرف وفي نفس الوقت موضوع ان جارو في ذيك الحاله يستطيع هزيمه جينوس انا ماني معاه تماما كفو. يعني انا معاك هاف ومعاهم هاف هو جينوس المفروض انه ينتصر على جارو بس جينوس اللي تابعون الحلقه هاف معناها نص 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 يعني اقول لك المشكله اني انا ماني مقتنع في الاجابتين يعني لا جارو يستطيع هزيمه جينوس ولا جينوس يستطيع هزيمه جارو لان هذا الكادم مخليه مطقه وهذا مخليه مجلود حاليا وكل ما جاء سايتاما انجلد جاء البطل الكلب جلد وجاء يعني ماتت كلهم اثنين مطقات من الاخر ايش ليش تسمي كلب البطل اسمه البطل الكلب بطل الكلب اسمه البطل الكلب لا تقعد تسب الرجال اسمه البطل الكلب سؤالي بعد اروح فيتو بليتش لك يا ابراهيم روح عطنا اقوى خزن السؤال لا عادي من حقه امس صارق مني سؤال قبل لا اقراه امس صارق مني سؤال من قبل لا اقراه نعم انه قبل لا اقراه لسه فك السؤال انا انت قلت ستيف نعم انه حقه يرجع انظر الى لباسه لماذا يذكركم انظر الى لباسه انه اطول من الفتحه واقوى من الشده واهدى من السكون ابو الحروف ابو خليل هذا الخبوط اللي يجي خرب الحروف هذا خربط حروفكم كلها وحروف الفيديو غير مكان النقط غير اروح لك ان نص الجمهور ما يذكرون انت قاعد تتكلم والله حتى يشبه احمد في شكله بس احمد بعد سنتين تطلع كبشه صغيره تحت تصير ابو الحروف هذا بطل مغوار هذا افنجر حقنا هذا السؤال بعطيك فرصه
هذا السؤال والله حبوط كان عندي أقوى من ثينوس. سؤال يقول لك ماني أقوى خمس شخصيات في أنمي بليتش. أقوى خمس شخصيات في أنمي بليتش في الأنمي. أول شخصية الشايب القائد رقم واحد. ياماتو. ثاني أقوى شخصية في أنمي بليتش كوروساكي إيتشيغو اللي فاز. نعم اللي فاز. ثالث أقوى شخصية في أنمي بليتش آيزن سوسكي. مظبوط. رابع أقوى شخصية في بليتش زاراكي كيمباتشي. I like it, I love it. خامس أقوى شخصية أبعطيها مجاملة للقائد نينو كان أبو ساكورا. الوحيد اللي بيتو لا حبيبي جولدن. ليه ستيل ماخذه بالستيل. الله انك ذكي يا الله. فيتو هانتا اتش هانتا. من هم الشخصيات الذي يستطيع كرابيكا قتلهم في العناكب؟ لو قابل كرابيكا اخت كيلوا التي احد اجدد الاعضاء في منظمه العصابه وما لها دخل في مجزره عائلته, فهل لو قابلها سيقتلها لو يعلم بان اخت كيلوا؟ هذا سؤال من شقين صح؟ نعم بس هو يعني هل يقدر يقتلهم كلهم بالاخص دي يعني عضو جديد؟ هذا قصدي ما في روح ما بتسوي ستيل. ستيل في اسئله اهم من هذا. هذا انت تجاوب احنا. طيب ايش السؤال الثاني؟ ساعه كرابيكا قطعت جنبك وانا اطق ستيل. الحين انت بدي اسالك ستيل. انا اعرف الاجابه بس ماني بسالك ستيل. جاوب. من هم الشخصيات الذين يستطيع كرابيكا قتلهم في عصابه العناء؟ ما عنده باس. ما عنده ويقول لك ما عنده باس. ما عنده باس ما يقدر. كلهم يستطيع كرابيكا بما انه عنده شرط النن يستطيع قتلهم كلهم. ريسبكت الكلام صحيح. أما أخذ كيلو. أخذ كيلو اللي انضمت مؤخرا ما لها علاقة ما لها علاقة في المجزرة طالما هي تمثل العناكب راح يقضي عليها أيضا. هذا أنت معلم. طيب أنت معلم. عطنا عادة تعلقني. ريسبكت يلا خلص أمورك طيب. شي قاعدة تسوي باث شي حتى نفس ساعة أنا فهمت ماني ساعة اللي أنا بكل نفس الشيء جاوبت صح بس أنا كنت متردد ما بجاوب بس هذا صار ما فيه. سؤال يقول لك من انمي هجوم العمالقة كلنا نعرف ان ايرين عنده عملاقين هما المؤسس والمهاجم. طيب اذا مات وما حد ورث منه القوة قوتين تتوارث مع بعض ولا تنفصل؟ عادي بقى انا بجاوب عندي اجابة. انا ما مسوي استعادة السؤال صراحة. بكل بساطة تفصل وانا اعتقد ان هذا الطريق الوحيد انك تفصل قوة العمالقة لانه اذا بعد بياكلفها وبياخذ قوته زي ما سوى مع ايرين. ايرين كان ابوه اخذ قوته فاذا انت بتفصل قوة خليه يموت. منطقي منطقي. ليش تبي نسوي ستيل اجل؟ والان سوف نتحول الى اسئلة الباتريون داعميا. اذا تبي سؤالك يظهر في حلقة الفيتو كل ما عليك ان تذهب على منصة الباتريون وتسوي الدعم $10 الدعم حق الفيتو. اذا دعمت $5 ما راح ناخذ السؤال. بقول لك شكرا لك وبس. وفيجيك مربع نص كذا يقول لك ارسل اكتب رسالتك او تعليقك. هذا هو تكتب السؤال فيه وترسله وتكتب الفيتو. ايش نوع الفيتو؟ هل هو ون بيس ولا اكتب اللي عندك وحيخرج في الفيتو القادم باذن الله. والان خلونا مع السؤال الأول. من أي أنمي ماجد؟ من أي شخص؟ السؤال الأول من أنمي جمع العمالقة من أخونا الغالي شازام. شاز اسمه شازام. على أنت ما تحب الأنمي. المهم سؤال لك يقول لك من أنمي جمع العمالقة وش تظن خطة زيكي للهجوم بعد هذه الحرب؟ خطة زيكي للهجوم بعد هذه الحرب ما عندك توبة في حيداناتك لأنك ساكت تصرف لك. لا هو أكيد لديه خطة للهجوم. هو مشكلته الحين هي إيرين لأن عنده العمالقة اللي هو يبيهم كلهم يعني تكوين العملاق فهو أسر إيرين. يعني راح يكون خطة تسلل وسرقة أعتقد إنهم يأخذون إيرين بس سووا. أعتقد إنه بيصير في تغير في الأحداث. أعتقد إنه اللي بيصير إنه بيقصون على إلديم بيرسل لهم رسل وخلاص بيحين الصلح وكذا أرسلوا مراسيلكم وياخذونهم أسرى كذا يخطفون إيرين. الثانية بترسل ناس يقول نبيهم أرسلنا مراسيل عشان نسوي صلح نسوي صديق.
فبيكون من بين المواسيل ايرن، هذا خطة ذكي للسيطرة على ايرن، تعال عشان تعرف منه انت شنو حقيقتك من ابوك. اوكي السؤال اللي بعده من فيفان الزهراني انمي هانتا اكس هانتا، يقول لك يعني الكلام الرئيس نترو يوم شاف بيتو انه اوه هذه بالنن اقوى مني اوريدي، انا مش في قوة كامل النن حقي اللي كنت عليها قبل 50 سنة تقريبا. طيب فالسؤال على المقياس هذا، منو اقوى 10 شخصيات في انمي هانتر اكس هانتر على في زمن الملك، ولا تقول لي نترو في شباب يعني على الوقت الحالي يعني، ونحسب فيها الملك والجوان، حسب الملك وحسب نترو وحسب الكل. بيه سؤال صعب وصراحة بما انه صعب بقول باس، بس بقول حق احمد اليماني. شكرا لك، خفت اللي يعطيني انا قلت الشخصيات في قوتها في مجدها ولا الحين؟ لا الحين في زمن الملك قبل يموت الملك، قبل يموت ميريوم. ايه طيب ميريوم ما عاد يختلف معك، نيترو ما عاد يختلف معه، زينو زولدك، فيتو. اوكي باقي له فيتو ذا لحد الحين، باقي له جولدن برضو. الاول ماها زولدك، اوكي الثاني ميريوم، الثالث نيثو، الرابع زينو، الخامس سيلفا، السادس جين فريكس، السابع لو بتكلم بعطيه هيسوكا، والثامن ممكن اعطيه كولو، ممكن اعطيه كولو الثامن، التاسع ايش تبي طلع؟ بدك تراجع نفسك مره ثانيه. خل لا قيل ايش الاسم اللي تبي؟ لا بس تفهم يا جولدن. اقوى شخصيه في هانتر ميريوم في ذلك الوقت، وبعده نيترو لأنه الوحيد اللي نجا من ماها زولدك وبقى عايش، فمعناته أنه بقوته نيترو، أعطيه ماها زولدك إحنا نسيناه. ثالث رابع شخصية زينو ابن أو حفيد ما أدري واحد من ولد 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 ولدك يا ولدك يا زيكي. خامس شخصية اللي هو أقوى حراس الملك يوبي، سادس شخصية بيتو، سابع شخصية كورولو زعيم منظمة العناكب، ثامن شخصية جين فريكس، تاسع شخصية من فيك يا هنتر لا يخسر، تاسع شخصية أنا ما قلت سيلفا زولدك صح؟ سيلفا زولدك أبوك يا كيلوة، كيلوة. عاشر شخصية صراحة ما هو جاي ببالي أحد، لكن نعطيه المريض حقك هيسوكا. لا إلومي 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 قال هيسوكا نسى إلومي نسيت إلومي. إبراهيم بعد الباص الجميل من أخونا الغالي عبد الله البياتي، أتمنى أن أطلق اسمك عدل، من إنمي رياضي اي انمي عاد ما ادري. السؤال يقول لك ما هو احزن انمي، ما هو احزن حدث صار في انمي رياضي؟ بالنسبه لي وقلت اكثر مره يمكن في بث في انمي فارس فارس الشجاع، جد جد يعني كان ذاك احسن موقف شفته في حياتي. احسن ولا احسن؟ احسن ولا احسن؟ احسن انت قلت احسن يعني هو قل قل احسن احزن احسن احسن احزن موقف، ويمكن بكيت فيه صراحه مع اني شايفه من تو مش من زمان، يوم انه مع المدرب اللي دربه كان مريض وطالع من المستشفى وقال له يلا تعال خليني اتمرن معك بدربك انا، وقام يضربه وضربه من قلب لما ذاك حتى في القلب في القلب لما ذاك يعني خلاص طاح في وجه على وجهه في الحلبه، وكان حتى يبكي فارس يقول ليش انت دام انك مريض ليش طلعت، لان ذاك طلع يقول خلاص انا بموت في الحلبه هذا اخر شيء بسويه، فكان جد جد موقف حزين كذا على فارس تعافى وما تعافى ولا شيء. اساسا فارس قصته حزينه بشكل يعني مو طبيعي، بقى حد ما مات. اي والله كله من ذاك بس النمر انتهى الانمي مش من معركته يعني على فكره غبنا الحمد لله مش ذا الانمي. سؤال عندك يا احمد، سؤال اللي بعده عندك يا احمد اليماني من اخونا الغالي عبد الرحمن، سؤال من انمي بلاك نفر، كان أستا عنده سحر نعم، وش افضل سحر بكله؟ نعم نعم بيكون افضل سحر يعني له. اللي ضحكنا ان احمد لابس التيشيرت على طيب بلاك نفر كنا كتب ذيك المخصوص للسين النار والكريستال. طيب افضل سحر سوف يكون له سحر ابطال السحر،
يعني نفس فاكهة اللي يشوف ون بيس الظلام انه يبطل جميع قوة فواكه الشيطان، هذا يبطل جميع السحر والمانا من حوله، فهذا افضل سحر راح يكون له يناسبه. هذا اللي عنده لا هو قال لو كان عنده السحر وش نوع السحر، هو ما عنده مانا. طيب من اخر لفة جولدن فيتو، انا اخر شيء بقى عندي يا ماني بقايل ملك امبراطور السحر يوم مسك السيف فضع فضة سحب منها الطاقة كلها. لو كان عنده سحر هذا أسوأ نوع سحر ممكن يصير عنده. أدري إنه سحر بلاك لفر الأسود هذا السحر، ولو كان مسكه لو كان عنده سحر ومسك السيف طاح على الأرض فضة السحر حقه ما يصنع له، ما يناسب هذا النوع، ما يناسب هي لو كان عنده مانا. هو يقدر يقاتل بذا السلاح وبذا الكلافر لأنه ما عنده مانا ما عنده سحر، فلو هو عنده سحر أسوأ نوع يكون له، ذا النوع اللي انت اخترته. وعشان كذا طقت جولدن فيت. افضل نوع من وجهة نظري المنافس للرياح اللي هو سحر يونو الرعد. الرعد بيكون مناسب جدا جدا لأستا عشان يواجه به يونو ويتفوق على الرايفل حقه. ما ادري ايش احس لو كان عند الرعد بيكون شيء اسطوري. لا الرعد جولدن جولدن ولا كلمة ملك جولدن. انا اصلا جولدن ملك ملك شي دعوة اوكي كيف اصلا هو قال كلمتين من التعارض بعض بس ملك صلاح كيف 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 جولد كيف كيف. السؤال اللي بعده اخر سؤال عندنا من اخونا الغالي اي حمود ثلاثة يقول انمي هجوم العمالقة. يقول اتمنى عبد الرحمن يجاوب، عبد الرحمن مش موجود اليوم مش معنا انفورشنتلي. يوم ظهر العملاق الضخم مثل ما شفنا، شكرا لك على الصين، مثل ما شفنا طلع ويوم هجم عليه إرم بعد فترة اختفى، وين العظام والجسم اللي المفروض يتم فترة بعد ما يطلع الشخص من عملاقة؟ توهق هو الحقيقة والواقع ان البحر مليان قواقع اللي كنت بستخدم ستيل فقط. جولدن سوسا فيتو شينزوا ساساغيو. يلا مستيك كني ذاك الأقوى على القائد حقهم شو اسمه دقيقة وقف لا قرامين بس قبعة العظام تبقى عندما تخرجه رغما عنه من جسد العملاق يا صديقي، لكن كما ترى في هذه اللوحة إذا هو أبطل نفسه بنفسه تختفي العظام. كل العمالقة اللي أخفوا نفسهم بنفسهم لم يبقى أثر لعظامهم، لكن لما طلع رغما عنه ما راح يكون عنده وقت لتنفيذ تقنية إبطال التحول. قد هالشيء ما تشوفه في إيرن لأنه ما حد علمه كيف يتحول وكيف يرجع من التحول، لكن من ناحية رينا وبتلتو لما يختفي بكامل إرادته ما تشوف جسمه له أي أثر إذا اختفى بكامل إرادته، لكن إذا أنت من نفسك أبطلت التحول راح تشوف عظامه. عشان كذا بتلتو لما فجر نفسه ما راح تشوفها بقايا عظام العملاق. والله شوف يعني جولدن 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 فداينا تشتبي حتى التأهيد ما كان قاعد يقول لنا شرحه منطقي ايش فيكم يا بعد ما قلنا منطقي كل منطقي وبس اي هذا بقول والله شوف والله شوف هذه ما هي منطقي اي بقول والله شوف انا شوف شرحه منطقي ايش فيك زعلان جولدن هو اللي يتكلم مو بأنت لا سمح الله صراحة أنا أشوف صراحة منطقي أقنعني خاصة في نقطة اللي هو إيرن يعني أنا كنت بقول إيرن زي كذا لكن صراحة أنا أقنعني والله فيها محمد أنا مو تأييد منطقي أنا قابل فيه الحمد لله رب العالمين كذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من الفيتو المنوع أتمنى أنها نالت على رضاكم وفي الختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك لا تنسوا الاشتراك في القناة كيفي اللايك بس كيف ما بقولها لما أشتهي ليش تأشر ما نعرف إحنا قل الشير قلت اللايك قل الشير لا حتى أنا بكيف بس أنت بكيفك وشير وما نبغى نشوف إلكم على إلا على كل خير صح مع السلامة. We'll be right back.